بتاع النهارده هو تمرين انا بسميه تمرين تفتيح او ستريتش للرئه ولمنطقه القفص الصدري. التمرين النهارده وجه الاختلاف فيه هيكون في حاجه واحده بس، معظم التدريبات اللي هقوم بيها النهارده هتكون كلها في كتم نفس. يعني انا هعمل عده تمارين او عده تدريبات وانا كتم نفس، بس طبعا مع تطبيق كل القواعد او المراحل اللي انا اتدربت عليها. طبعا ان انا قبل ما اوريدي قبل ابدا التمرين عملت انفاس استرخاء، هبتدي احط النفس الكامل وهبتدي ابدا في التمرين. بعد ما اخلص العد في اخر عده هبتدي اعمل ريكفري او انفاس تطويريه او انفاس تعافي عشان ارجع حاله الانتعاش مره ثانيه لجسم الاسر. هبتدي اخد النفس، انا عايز اقصر بس الحبل ده شويه. دراعك للاخر تمام، راسك ورا شويه، خد النفس. لا ريكفري لازم انفخ جامد وانت بتخرج الزفير، انفخ ادفعه دفعه واحده. ايوه كده تمام، دفعه واحده تمام، برافو.